فصل الصيف أيضا ممكن يكون مصدر إلهام لشباب جزائري قرر أنه تكون عنده لمسة جزائرية بصناعة محلية أيضا جزائرية. ونرحب بالشابين الشيخ بالحاج رياض، صباح الخير. صباح النور، الله يسلمك. بابا عدون وليد، صباح الخير. صباح النور. بابا عدون وليد، نتحدثوا على زي أو اللمسة الجزائرية اللي أضفتوها للباس. بداية الجبادور كانت تقريبا في شهر رمضان، شهر رمضان الأخير يعني سنة 2022. جاتنا فكرة يعني أنه علاش الجزائري ما يحتفلش في العيد بلباس يكون تقليدي بلمسة جزائرية، تقاليد جزائرية، ويكون السعر تاعه يعني مناسب للجميع، لأنه كما نعرفوا الجبادور الأصلي مش هذا الجبادور، يعني الجبادور الأصلي هو يكون غالي يعني كثير ويتلبس بس في المناسبات وهكذا. فقررنا احنا نديروا لمسة جزائرية في الجبادور هذا، ويكون يعني مناسب للجميع، حتى الأطفال، حتى يعني الكهول والشباب يعني. ايوه، وهذا التريكو هذا هو منتوج جديد بإذن الله الأسبوع القادم راح يخرج للسوق، لأنه يعني لأول مرة الحصري احنا ثاني. ايوه، الحصري في النهار. فقررنا انه هي الماركة تاعنا متخصصة في الملابس اللي فيها لمسة جزائرية، لازم تكون فيها لمسة جزائرية، تقاليد جزائرية او افريقية، حتى افريقية كما لاحظوا انه في هذا. اسمح لي فقط، احنا الشيء اللي نعرفوا انه الجبادور معروف سواء في المناسبات الاعراس وكذلك الاعياد، هذا يعني تلبس بصفة يومية، تقدر تلبسه يوميا. ايوه طبعا، يعني نشوفك انت ورياض ايضا، يعني تقدر تلبسه حتى في فصل الصيف بصفة يومية. وهذا هو الهدف، هذا هو الهدف، أنه يكون جبادور ليس إلا للمناسبات. لباس جزائري لابد علينا نفتخر به كجزائريين ونتمشاو به كلباس يومي، تستطيع أن تعمل به براحة تامة، تخرج للتباهي به في فصل الصيف هذايا وفصل المبارك إن شاء الله. كيفاش احتاجتكم الفكرة؟ سؤالي موجه لكم الاثنين، كيفاش احتاجتكم الفكرة أنه تروحوا لعالم الأزياء؟ هل هي تخصص لكم ام انه انتم حبيتوا تروحوا؟ احتكاكنا بالصناعه المحليه خاصه يعني في مجال الازياء والملابس في تركيا خلانا نفكروا انه نديروا صناعه محليه جزائريه ما تكونش فيها منافسه، خاصه لانه تقريبا يعني الملابس العامه اللي لبسوها عامه الجزائريين هي ماركات عالميه ممكن استيراد او مقلده طبعا. فاحنا فكرنا انه تكون عندنا لمسه خاصه، ماركة خاصة بنا، ويكون لباس مش مقلد يعني جديد، ديزاين جديد. شحال مثلا يقدر سعر تيشرت وحده؟ ثم نتحدث على لباس اللي راهو به رياض. هو التيشرت فيه تفاصيل صغيرة، يعني احنا في التفاصيل الأخيرة للتيشرت، مع مش محددين السعر بالضبط، ولكن الجبادور كما عطيتنا الحصري بهذه هي لا سيليكسيون اللي راح تخرج جديدة، لازم تعطينا الحصري أيضا في السعر. ان شاء الله في هذه الأيام راح يخرج السعر، لأنه يعني ما بين 2000 دينار؟ ايوه 2000 دينار، ما راح يكون بسعر معقول جدا، والقماش قماش خاص جدا، يعني قماش بجوده عاليه جدا، وسعر الجبادور هو سعر مناسب للجميع، 3800 دينار جزائري. فالحمد لله 380000. لاقبال الشباب اقبال كبير جدا، يفتخر باللباس تاعه، ولو انه يعني مش تقاليد 100%، يعني تقليد جزائري او لباس تقليدي يعني معروف به في الجزائر، ولكن احنا حبينا هذيك اللمسه هذيك يكون مناسب يعني متاح للجميع يلبس حاجه بلمسه جزائريه، علاش ممكن يكون بعد سنوات يكون تقليد جزائري ممكن. هل فيه اقبال من طرف الجزائريين؟ كيف شفتوها؟ هل فكرتوا مثلا على ما اعتقد انكم في صدد التصدير، ديجا قمتوا بالتصدير؟ قمنا بالتصدير الى تركيا، بما انه احنا مستقرين هناك في تركيا، فكرنا في التصدير والحمد لله كان في اقبال. خلاص تعلمت حتى لهجتهم وليد. بديت نحكي سوري لان فيها سوريين احتكاك بالسوريين في سوق العمل طبعا. فالتصدير كان من تركيا، يعني بداية من تركيا، الحمد لله لحقنا حتى إلى الصومال، إلى ليبيا، وممكن إن شاء الله إلى أوروبا. شكون هي البلدان أكثر إقبالاً على هذا النوع من الألبسة؟ هي فئة مستهدفة مش بلدان، ممكن البلدان تكون إفريقية طبعاً، يعني لأنه طابع إفريقي، فحسب صحيح. الطقس طبعاً يكون هذا أريح للعمل.
وش هي الحاجة اللي خلتك أصلاً مثلاً تختار تركيا؟ أي نعم طبعاً، بالنسبة وش ننصح للشباب الجزائري، حبيت نقول أن الجزائر هي بلاد أكبر بلاد متفتحة، أنا على حسب نظري هي أكبر سوق متفتحة لكل طاقات لكل إمكانيات الشبابية، يعني أي إنسان راه قاعد دوكا في المنزل سواء والعمر لا يهم، العمر كبير أو صغير أو متوسط لا يهم مستوى العمر أو رقم العمر، لأنه يبقى إلا رقم، لأنه السوق مازال تنتظرنا، تنتظر منا نشرفوا بلادنا، تنتظر منا نصنعوا لها نوفروا لها، لأنه السوق ما شاء الله عليه، يعني أي إنسان عنده فكرة في عالم التجارة، في عالم التجارة نعم، أي إنسان عنده فكرة نصحه أنه يباشر فيها. العفسة اللي بالنسبة للسؤال، أنه العفسة اللي خاصت الشباب الجزائري هي أنه يدير ثقة في روحه، لأنه أساس التجارة ولا أساس الإنسان أو شخصية الإنسان أون جينيرال، أنه إذا ما زال ما راكش داير ثقة في روحك كيف راك حاب الناس دير فيك ثقة. الجزائري وشي وشي اللي ناقصه رغم أنه عنده كامل المؤهلات؟ الشاب الجزائري قلت لك نعم نعلم أنه بلاد تاعنا الجزائر عندنا كفاءات، عندها كفاءات، عندها طاقات شبابية، أنا غير يعني غير في زمن ما عنديش بزاف كان عندي لقاء مع إنسان قلت له أنه الطاقة الشبابية اللي راهي زايدة اللي راهي جاية الجيل المستقبلي اللي راهو جاي عنده طاقة خرافية، صح، لأنه كانت التخمام الجزائري كان أنه نتكل على الناس أنه نستنى حتى الناس تجي توجهني، لا نستنى حتى الدولة تمد لك، نعم حتى الدولة تمد لنا اكزاكت هذه، لا مي إذا كان الإنسان وقتها يحس عندنا واحد الكلام أنه حتى يلحق الموصل العظم. ما الذي ينقص الشباب الجزائري حتى يمضي قدوا؟ ما ينقص الشباب الجزائري تقريبا هي نشوفها نصيحة ما مدينا لهاش قيمتها بزاف، ألا وهي باختصار جوجل إت واش معناتها؟ يعني أي معلومة نقصاتك روح حوس عليها وابحث عليها، احنا الآن رانا في عصر الانترنت، فعلاش انت كجزائري ما تستغلش هذه الفرصة هذه؟ عندك الانترنت روح حوس، ما تروحش مباشرة مثلا للدورات، ما تروحش تسقسي ناس، روح سقسي جوجل، تعلم هذه المهارة راح تطور بزاف من نفسك. فالشاب الجزائري خاصته هذه المهارة هذه والثقة في النفس، و هي مشكلة الثقة ومشكلة التحفيز. فمثلا أنا ورياض مثلا كي بدينا الفكرة كي رحت عنده ولا هو جاء عندي يلا مباشرة يعني نروحوا نصدمه أصدم مباشرة، علاش يعني تدير الحسابات؟ هي في عالم التجارة يعني في عالم الأعمال 20% حسابات يعني تفكير وتخطيط، والباقي 80% كوراج. راكم تشوفوا مثلا انه تقدروا تكملوا في هذا المجال، مجال الازياء والموضه الرجاليه، ولا ممكن انه في طموحات انه تروحوا ايضا للموضه النسويه كذلك؟ احنا اصلا يعني كي بدينا في هذا المشروع انا والاخ وليد ما كانش عندنا قال نديروا رجالي أو نسائي، احنا كان الهدف تاعنا انه شرف البلاد، اي عفسه نعرف باللي تشرف بلادي، يعني انا اعلم انه اتكلم بطريقه واسعه، ولكن عندنا اهداف عندنا مشاريع. بالعكس مليح انه تشرف بلادك، مليح انه تخدم بلادك، مليح انه تكون زياده وتزيد ان بلوس في بلادك. احنا عندنا من بين المشاريع القادمه اللي راهي جايه قريبا ان شاء الله راح يكونوا فيها بزاف مفاجآت وبزاف مشاريع، يعني لي برودوي اللي راح نشرفوا بها بلادنا ان شاء الله، كما بديناها بجبادور باذن الله ما راحش نحبسوا صوف في المجال النسائي ومجال الرجالي، اي حاجه نعرف تشرف اسم الجزائر نفتخر بها انا بنفسي اولا ونشرف بها بلادي. هي احنا بدورنا ايضا نشجعوك ونشجعوا وليد على هذا الرسالة اللي راكم تأديوا فيها من أجل الوطن، وهذا دورنا أيضا سواء من خلال برنامج نهاركم جديد ولا من كامل من هذا المنبر من كامل البرامج اللي تبثها قناة نهار، هي لتشريف صورة الجزائر، لخدمة الجزائر، ولتسليط الضوء على الجزائريين ليبنيوا الجزائر عن حقيقتها ويمدوا تلك الصورة الحقيقية عن الجزائريين الفحولة، جزائريين اللي يقدروا من العدم يصنعوا المعجزات. شكرا جزيلا لكم.